عسكريا انا عم بقول لا اعول عسكريا اثنين 12 المحافظات التي يزور فيها روسيا تمام مستعد من اجل حفظ دماء السوريين من اجل وقف اراقه الدماء في سوريا من اجل الوصول للحل السياسي مستعدين لتحمل كل ذلك ونتمنى وننتظر المرحله او اللحظه التي تنتهي فيها المعركه عبر الحل الذي يحقق كل ما تفضلنا به مناطق التسويات المزعومة لا تزال تغص بالكثير الكثير من الانتهاكات والخروقات التي يقوم بها النظام وقواته العسكرية والأمنية سرقة موجود اعتقال موجود استفزازات وابتزازات ودفع أموال طائلة موجود تعذيب حتى الموت كذلك موجود هذا إن دل على شيء يدل على إصرار النظام على اعتماد الاستراتيجية الأمنية العسكرية التي تحرم السوريين من صناعة مستقبلهم مجددا أستاذ أيهم شكرا